لك ايه؟ يقول لك ايه؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم بارك وصل على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. أهلا بكم في قناتي المطبخ أحلى معشوق. النهاردة أجيت لكم بقى كده بحفلة العيد ميلاد، يا رب تعجبكم إن شاء الله. بس أول حاجة أحب أقولها كل سنة وأنت طيب يا سامح، ربنا يخليك ليا أنا وبابا وإخواتك ويبارك في عمرك كده وعبال العمر كله في هنا وسعادة. أنا حبيت كتير أعمل لك حاجة بسيطة جدا تفرحك وتفتكرها على طول بإذن الله. هنا أنا بدأت الفيديو طبعا بتزيين البيت، هسيبكم بقى مع الفيديو وتقولولي رأيكم في التعليقات. كنا بدأنا الاحتفال دوت العدد بس اللي رضا يظهر، ولادي وولاد جيراني واصحابهم طبعا وولاد اخويا طبعا، باقي العدد قاعد ايه ورا الكاميرات مش راضي يظهر، فدي طبعا حرية شخصية ما اقدرش اقول فيها اي حاجة. هنا بدأنا نحتفل بعيد الميلاد، فطبعا في حاجات هسيبها لكم لقطات وفي لا، وتابعوني لاخر الفيديو وشوفوا المفاجأة اللي كنا عاملينها لسامح، ان شاء الله هتعجبه جدا وهتعجبكم، وتقولوا رأيكم ايه في التعليقات. وما تنسونيش في الاشتراك واللايك وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. بقى جينا المرحلة اللي كل الأولاد بيحبوها طبعا، الشمع بقى والصواريخ والحاجات ديت. هنا بدأنا بقى ايه نولع الشمع، اعذروني بس لو ايه لو مش عارفة انزلكوا الأغاني اللي كانت شغالة، طبعا انتوا عارفين الحوض طبعا ونشو وكده، فانا مش قادرة ايه انزل مقاطع كتيرة،
بص، اوحش حاجة كنت خايفة منها جدا الشمع الصريخ ده، لان كانت قريبة من البلالين بقى والزينة اللي في الحيط على السقف وكده، فكنت خايفة قوي منها. فالحمد لله عدت على خير، وانتوا عارفين بقى شقاوة الاولاد وكده، انا سايباكوا كل حاجة بطبيعتها. يا رب الحفلة تعجبكم. كله بقى كل سنة. طيب هنا يلا بوسه بوسه اخوه. يلا يبقى فيها يلا نقش الحمولة اطلع ورا بعض طابور. يلا من تحت الترابيزة. يلا يا كبير سمون. طلع مش فيها يا منى. بابا بابا ماما بابا بابا هو الاخر لما يشوف الحاجة. مين بابا يجيب لك ايه بقى؟ تخيل بقى يجيب لك ايه؟ كل سنة وانت طيب. اللي في بالي ودي كانت هديتي انا وبابا واخواته واولاد خاله واصحابه. دي كان حاجة هو كان نفسه فيها قوي، فاحنا كنا عاملينها له مفاجأة وفرح بيها جدا. وده بقى خاله اخويا، هو بيحب يقعد يهزر معاهم كده. وماما ربنا يعطيها الصحة ويخليها ليا يا رب. ويا رب يكون العيد ميلادي عجبكم، وقلت افرحكم معايا وتشاركوا فرحتي. والى اللقاء في حلقة جديدة من حلقاتي المطبخ احلى مع شو. مع السلامة.